الله يكرمك. عندي امي يا شيخ مصطفى يعني من الناس الكبار من اهل الصعيد كثيرة النذر. ايه ايه كثيرة النذر. وبعد حاولت وراها كتير ان انا اجمع يعني كل عدت فترة تقول لي مثلا انا قدرت ان انا احط سجادة سجادة في المسجد، فالحاجات دي كلها لميتها وعملتها على قد ما قدرت بحيث ان ما يكونش حاجة عليها، بس فوجئت بنذر غريب عملته مش يعني ما عرفش اتصرف فيه. قالت نذر عليا لو حصل الحاجة الفلانية هعمل ليلة قرآن وحعزم مش عارف مين، فتعرف الجو الصعيد ده شيخ مصطفى. طبعا انا فوجئت من الموضوع ده فما عرفتش اعمل فيه حاجة، فحكم ده ايه؟ عفوا لابد ان تحدد لي الان ماذا قالت بالضبط. قالت بالضبط بس انا مش فاكر كانت نذرة لايه، بس انا فاكر النذر كويس. قالت نذر عليا ان انا هعمل ليلة قرآن، الجو بتاع البلد ساعات بيجيبوا شيخ يقرأ قرآن كده شيخنا ويطبحوا تبيحة ويجمعوا الناس وشيخ يطلوا قرآن في شادر كده زي نظام الشوادر بتاعت العزة والكلام ده، اسمها حفلة قرآن بيعملوها هم ساعات في الصعيد. فطبعا حاجة زي كده انا موضوع اصلا فيه يعني بدع وكده، وفي نفس الوقت ما يعني لا بس عفوا انت ما تفتي الان، انت بس تسأل بس. تمام تفضل. تفي بهذا النذر؟ نعم يا شيخنا تفي بهذا النذر. افي بهذا النذر؟ ايوه. جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني نذرت ان ردك الله سالما ان اضرب فوق رأسك بالدف، فقال إن كنت نذرت فافعلي. هذه ليست معصية. ولو القدرة المادية ومكان المشوار لا مفيش عذر. أنا أتكلم على في حال الاستطاعة. في حال الاستطاعة، لكن لو لم تستطيعوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسنبحث لها عن مخرج. كفارة النذر حينئذ عند العجز كفارة يمين. كفارة يمين عند العجز. 10 مساكين عند العجز. نعم عند العجز تمام. الله يسلمك.